باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء أصحاح 27. المرة اللي فاتت وقفنا عند الصرخة اللي بيدعو بيها أشعياء الناس للتوبة، كانت نهاية أصحاح 26: هلم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك. عايز أراجع المعنى ده لأنه مهم وقد تكون من أهم رسائل سفر أشعياء كله. لما تلاقي مشكلة كبيرة ما تقعدش تقاوح فيها وتفكر كتير وتتكلم مع الناس وتاخد وتدي وتتخانق، هي مش هتخلص كده، هي بتخلص بطريقة تانية. ادخل مخدعك واقفل وراك وارميها كلها على ربنا. عشان تطلع من دماغك تبقى في ايد ربنا، دي مش في لحظة، دي عاوزة شغل، لان انت بتبقى دماغك ماسكة في المشكلة ومش راضية تطلع منها، والمشكلة في دماغك مش في المشكلة. وبالتالي عشان تعرف ترمي الهم ده كله خد وقتك شوي. ادخل واقفل وخد وقتك، ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك. اقفل الأبواب يعني اقفل حواسك، ما تسمعش حد، ما تشوفش حد، ما تتكلمش مع حد، حطه كله دلوقتي قدام ربنا. ربنا قادر يقلب الموازين كلها ويعمل حلول يعني ما تخطر لكش على بال، لكن هتفضل انت اللي تحل، هيسيبك تحل فهتتعقد الحكاية مش هتتحل. اغلق أبوابك خلفك، اختبئ. في وصية بتقول اختبئ، خبي روحك من المشاكل، اختبئ. بتفكرني بالمنظر الجميل اللي قاله المسيح لما وصف الدجاجة وفرخها. عارفين الكتاكيت بيستخبوا فين؟ تحت الجناح، وتغطيهم بالجناح وتلاقيهم كأنهم مش موجودين، مختبئين، مختبئين في حضن أمهم، مستخبين تحت الجناح، زي ما نقول في المزمور تحت جناحيه ايه؟ اعتصم. فاختبئ. حد قالك ما تستخباش جوه ربنا؟ ربنا ياخدك جواه، ومين يقدر عليك بقى وانت جوه ربنا؟ اختبئ، اختبئ نحو لحيظة، يعني دوق انك انت طلعت بره الدنيا واستخبيت في ربنا وكأنها لحظة من بره العالم، من حياة اخرى غير حياتك الطبيعية. اللحظة دي هتخليك قادر تتعامل تاني مع الظروف، ترجع تاني تشيل المشاكل، تقف قدام كل الناس ما تتهزش. اختبئ نحو لحيظة. طب شوية وقت. احنا احبائي، انا بشكي نفسي قبليكم، بنعرف ندي وقت لأي حاجة، انما نيجي عند وقت الاختباء والاحتماء والخلوة والمخدع ونفاصل ونهرب ونزوغ، وكأنه هو ده الوقت اللي تقيل على القلب. يعني هي وقت الدنيا بمشاكلها هي المريح. اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. خلي الموجة دي تعدي وانت مستخبي جواها، هتلاقي عدت، عدت زي غيرها والدنيا مشت سهل. هو ده الرب يخرج من مكانه. يعني ايه؟ انت تستخبى يقوم ربنا يبان، انت ترمي عليه يقوم هو اللي يشيل، انت تطلع منها هو يدخل فيها. طب انت قول له هو مش احسن تطلع انت عشان هو يدخل؟ مش احسن انت تستخب عشان هو يبان؟ هو ذا الرب يخرج من مكانه، يديله فرصة يطلع من مكانه يشتغل. طبعا قلنا يخرج دي اشارة لأيضا النور من النور، الابن من الاب، ويخرج ايضا اشارة الى التجسد لانه دخل الى العالم بعد ما خرج من مجده، ليعاقب اسم سكان الارض. يعني ان كان حد مضايقك ولا افترى عليك ولا ظلمك ولا أشرار، هو يعني ربنا ما يقدرش يقف لهم. يخرج من مكانه ويعاقب اسم سكان الأرض، فتكشف الأرض دماءها، يبان الحق. كتير من المشاكل تحس أن الحق تايه، الحق ضايع، وتلاقي نفسك متلخبط، أنت نفسك مش عارف الغلط عليك ولا على غيرك، أول الحكاية من آخرها، تصدق مين ولا ما تصدقش مين. ما تخافش، هو لما ربنا بيخرج النور بيطلع، والنور لما يطلع الصورة تبان، وتبان كل حاجة بدقة.
فتكشف الأرض دماءها، يعني الأرض هي اللي تقول مين اللي سفك الدم، هي اللي تشاور على أصحاب الظلم والأذية. ولا تغطي قتلها فيما بعد، يعني كل حاجة تبان، حتى القاتل أو القتيل يبان كل واحد دوره إيه وخطأه إيه. ننقل على إصحاح 27. في ذلك اليوم، قلنا في ذلك اليوم إشارة دايما إيه للعهد الجديد أو مجد الكنيسة في العهد الجديد أو يوم الدينونة، يوم السبت. يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياسان الحية الهاربة المتحوية. لوياسان الحية المتحوية يعني المكارة، ويقتل التنين الذي في البحر. وقلنا دي كانت إشارة دقيقة أن المسيح في يوم العهد الجديد في يوم صليبه كسر شوكة الشيطان وداس على رأس الحية، حسب الوعد القديم أن نسل المرأة إيه يسحق رأس الحية، وهي دي اللي اسمها لوياسان الحية المتحوية، يعني اللي إيه تلف وتدور، والهاربة لأنها يعني ما تجلكش من وشك كده، تبقى دايما ملتوية. ويقتل التنين لأنه هي بتبقى يعني جبارة، أو الشيطان مفتري يعني، الذي في بحر العالم. كل ده ينداس عليه في اليوم بتاع العهد الجديد، وده عز العهد الجديد. احنا في العهد الجديد شوكة الشر او سلطان الشر علينا بطل. صحيح بنغلط، بس بنغلط بإرادتنا، بنروح للشيطان برجلينا، لكن يقدر هو يقتحمنا اقتحاما زي الاول؟ لا، ما يقدرش. جل اقوى منه وداس عليه. فطول ما انت محتمي في القوي، الشيطان ده قفلك من بعيد خايف منك. إنما تبعد عن صاحب القوة وتروح للشيطان برجليك، كأنك لغيت عمل الصليب. واحد حاطين أسد في قفص، يقوم يدخل القفص أو يدخل إيده في القفص، بعد كده يقول ما مسكوش الأسد ليه؟ ما هو مسكينه وحاطينه في قفص، لكن تروح له ليه؟ طيب هو زي إبليس عدوكم، يقول بس جوه قفص كأسد ملتمسا من يبتلعه، فقاوموه، لو قاومتوه ما يقدرش عليكم. يقتل التنين أو يقتل التنين الذي في البحر. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى. اللي حاضرين معانا سفر أشعية من بدري سمعوا عن الحكاية دي قبل كده. فأشعية 5 في أول السفر خالص لقينا شعر كده أو ترتيلة عملها الروح القدس على فم أشعياء في أشعية 5، وبدأها بكلمة إيه؟ لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. يعني هحكي لكم حكاية واحد بيحب كرمه، حبيبي اللي هو ربنا يسوع، حبيب أشعياء بيحب كرمه قوي. اسمعوا عمل إيه لكرمه، واسمعوا كرمه عمل فيه إيه. فأشعياء بيحكي لنا بالروح القدس حكاية الكرمه، وقال إيه زمان، أنا كلام ده خدناه من شهور بس بنرجع. يقول كان لحبيبي كرم، ده شيء بيحكي ونفس الحكاية حكاها المسيح، على أكمة خصبة، يعني كرمة في أحسن حتة، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرمة صورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة وانتظر. يعني عمل كل حاجة، عمل كرمة في أحسن مكان، وجاب أحسن أنواع عنب وزرعها، حط حواليها سياج، عمل برج حراسة، يعني عمل شغل مظبوط تمام، والحكاية محسوبة من كل ناحية. وانتظر، طبيعي بدل عمل كل اللي عليه، يبقى انتظر أن يصنع عنبا، فصنع عنبا رديئا. فيجي بقى بقية الوحي يقول إيه؟ والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، احكموا انتم ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له. وقلنا كلمة دي تخوف، لو ربنا جالك في يوم يقول لك قل لي انا قصرت معاك في ايه، ايه اللي انا ما عملتوش معاك عشان تحبني؟ ليه مش بتحبني؟ ليه مش مركز معايا؟ ايه اللي كان ممكن اعمله وما عملتوش؟ خير وديتك، كنيسة وديتك، تجارب وديتك عشان ارجعك، صلوات وديتك، بركات وديتك، ناس حطيتهم في حياتك، ماذا اصنع لك؟
كان ايه ممكن اعمله وانا ما عملتوش؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ يعني ليه بتكبسني يا ابني؟ ليه بعد كل تعبي ده الاقيك في الاخر انا في حياتك ماليش لازمه في الاخر مش في الاول؟ ليه ما فيش ثمر؟ الطبيعي يبقى في ثمر. نفس الكلام ده اللي قاله المسيح لما حكى حكايه الكرمة والفعلة، وبعدين ايه الفعلة الارضياء اللي هم اليهود اللي كانوا يقتلوا الناس اللي جايين ياخدوا حصاد الكرم، وبعدين قال ايه ابعت ابني فمسكوا ابنه موتوا. قال لهم يعمل فيهم ايه دول بقى؟ قالوا لا ده لازم يهلكهم دول. وفي مرة تاني يقول انتظرت، او يقول في لوقا 13 هذه 3 سنين اتي اطلب ثمرا ولا اجد، اقطعها، لماذا تبطل الارض؟ نفس فكرة ان ربنا يبقى عامل كل حاجة واحنا مش مطلعين نتيجة كويسة، وربنا يبقى محتار لانه بيحب كرمه. هو الموضوع بالنسبة له مش يعني ثواب وعقاب، ده بيحب كرمه، نشيد محبي لكرمه، فبيبقى صعبان عليه. يعني وجع الحبيب ده بيبقى صعب لانه عن حب عمل ده كله. أرجع بقى ل 27، في ذلك اليوم. يبقى مأساة الكرمة في العهد القديم اللي هي الشعب اليهودي اللي خد من ربنا كل الاهتمام وكل الحب وكل العناية، وفي الآخر إيه؟ صلبوا المسيح، وفي الآخر قتلوا الأنبياء ورجموا المرسلين إليهم وعوجوا الشريعة وبقوا يعبدوا أوثان. دي كرمة العهد القديم. فبيقول خلاص هعمل إيه طيب؟ بطلت الكرمة دي. فهنا يقول في ذلك اليوم، في العهد الجديد بقى غنوا للكرمة المشتهاة. يبقى كنيسة العهد الجديد هي الكرمة الشهية أو المشتهاة عند عريسها. اللي محبط في الكرمة القديمة صعبان عليه من اليهود، إلى خصته جاء وإيه وخصته لم تقبله، لكن فرحان بكرمة العهد الجديد. الكنيسة اللي بتقدم شهداء، الكنيسة اللي بتقدم مكرسين، الكنيسة اللي شعبها بيحب ربنا ويديله العمر كله، الكنيسة اللي تحط الفلوس تحت رجلين المسيح تقول له مش عاوزين غيرك. فبقى الشعب الحلو ده اللي شاف صليب ربنا وحبه بجد، هم دول اسمهم الكرمة المشتهاة. عشان كده كان في شعر القداسة البابا شنودة الله ينيح روحه يقول هذه الكرمة التي غرستها يمينك وسقتها بدمك وخرجت من جنبك وقت صليبك. وكان شعر جميل قوي ان الكرمة دي كنيسة العهد الجديد اللي دائت بقى الحب الالهي واللي متغذية تمام بدم العهد الجديد. فدي بقى ايه؟ كرمة نقاوة بقى، دي مقدرة الحب. فبالنسبة للمسيح كرمة مشتهاة، لان شايف نتيجة بقى، شايف ثمر، مش شايف الجحود بتاع اليهود ولا شايف الكبرياء بتاع الفريسيين، لا شايف استفانوس وشايف بولس وشايف بطرس وشايف الشهداء وشايف الأبرار اللي عايشين كله حياتهم لربنا. غنوا للكرمة المشتهى. فربنا باصص على العهد الجديد من عينين أشعية كده وقال لا في كرمة حلوة هتفرحني. كرمة العهد القديم سدت نفسي، وجعت قلبي، انتظرت أن تصنع عنبا فصنعت إيه؟ عنبا رديئا. إنما كرمة العهد الجديد لا تستاهل كل التعب. غنوا للكرمة المشتهى، أنا الرب حارسها. يقول بقى أنا هحرسها بنفسي بقى، أنا في العهد الجديد واقف على باب الكنيسة حراسة، أنا حاطط إيدي حوالين الكنيسة طول الوقت، أنا مش هسيب حد يحرسها، أنا بنفسي هحرسها. خلاص دي كلفتني كتير ودي غالية عليا قوي، ودول شعبي ودول حتة مني، فأنا الرب حارسها. أول وعد جميل للكنيسة إن ربنا هو الحارس. تفكرنا بالمزمور اللي يقول إن لم يحرس الرب المدينة إيه؟ باطلا يسهر الحراس. لكن إن حرس الرب المدينة خلاص ننام إحنا كلنا في أمان. نقول هم ليه إذا كان الرب حارسها؟ ما تحصل مشكلة نقول يا رب مش أنت حارس الكنيسة؟ كنيستك وشعبك وولادك كلنا ملكك، أنت المسؤول، إحنا ما بنحملش على حد، أنت اللي شايل كله. أسقيها كل لحظة، ده بنفسه بقى. يبقى الكرمة بيديها في العهد الجديد المية بتاعتها، والمية هنا إشارة للروح القدس. فكرمة العهد الجديد بتتسقي بالروح القدس، الروح القدس اللي فينا ده أنهار ماء.
ماشية فينا كلنا كده، وانتوا بتسمعوا كلمة الروح من ربنا، الروح القدس بينقط جواكم مية الحياة الأبدية، وانتوا بتصلوا من قلبكم المزامير أنهار ماء حي، وانتوا بتحضروا قداسات بخشوع أنهار ماء حي، وربنا فاتح حنفياته على الآخر أسقيها كل لحظة، طول ما في توبة طول ما في دموع وخشوع وحب حقيقي خلاص ربنا يسقي كنيسته ويفرح شعبه ويعزينا بروحه. أسقيها، يبقى يحرسها ويسقيها لئلا يوقع بها. يعني أنا مش هسيب بقى تاني تتسرق مني، كفاية كرمة اليهود خطفها الشيطان بسبب كبريائهم، لكن أنا لن أبواب الجحيم إيه لن تقوى عليها، فكرمة العهد الجديد مش هتروح مني أبدا. لئلا يوقع بها، يعني الشياطين عاوزين يوقعوا الكنيس، لا مش هيسيبها. أحرسها ليل ونهار، بيعيد تاني المعنى الحراسة. يبقى طول ما احنا جوه الكنيسة جواها مش بس حرفا كده، لا جواها يعني جوه طقسها وجوه عقيدتها وجوه مواسمها وجوه ألحانها وجوه أيقوناتها وجوه خدمتها، احنا في الأمان، احنا جوه فلك النجاة، بره الناس بتغرق بس احنا هنا في أمان، لأنه يحرسها ليل ونهار. ليس لي غيظ، ليس لي غيظ يعني ايه؟ مش هغضب عليها تاني. انا غضبت على الكرمة بتاعت العهد القديم، فعلا ربنا غضب على اليهود وقال لهم انتم مش شعبي خلاص، انا ما عرفكوش بعد ما عملتوه اللي عملتوه مع انبيائي وبعدين عملتوه معايا، خلاص انا اللي بيني وبينكم انتهى. انما في عهد جديد مش ممكن هتيجي لحظة يقول ما عرفكوش، لا هنا ليس لي غيظ يعني انا بقى معاكم نفسي طويل قوي. عشان كده نسميه عهد النعمة. عهد النعمة يعني ايه؟ مش معناه تصريح بالخطأ، لا معناه اتمتع بربنا، لان ربنا لا يميل ابدا انه يقطع العلاقة بيننا وبينه. بيقول انتوا تبعي، انتوا ولادي، انتوا حتة مني، ولو غلطتوا ارجعوا لي. فليس لي غيظ يعني انا مش بعاملكم بالغضب دلوقتي، مش بعاملكم بغيظ. انا لما بلاقيكم بتغلطوا بقول عن ضعف، بقول هم على قدهم. ليت علي الشوك والحسك في القتال فاهجم عليها واحرقها معا. طبعا تامل جميل او معنى روحي مجازي جميل. ليه الشوك والحسك ده؟ سمعتوا عنه امتى؟ سمعنا عنه في اول الكتاب خالص، لما ادم عمل العمله وخبى وكان مزوغ من ربنا، وربنا فضل يقول له عملت ايه ادم؟ هو انت كلت؟ يقول له الست اللي اديتاني هي اللي كلتني. قال له بص بقى يا ادم، الارض هتعمل فيك ايه؟ تنبت لك شوكا وحسكا. الارض دي كانت بتطلع لك خير من غير تعب، وكنت انت هتبقى سيد الارض كلها، وكنت هتعيش مرتاح من غير اي مشاكل. انما بسبب خطيتك الارض هتطلع الشوك والحسك اللي يجرحك ويتعبك. أتاري ده دي نتيجة خطية آدم. طب ربنا بقى عنده عداوة مع الشوك والحسك ليه؟ لأنه مش حابب أن ابنه آدم يتشوك. صعبان عليه أن حياة آدم وحواء تبقى كلها وجع وشوك وحسك، فقال ده أنا بيني وبين الشوك والحسك ده طار بعيد. عشان كده لما جه المسيح على الأرض عمل ايه؟ ضمن ترتيب صليبه حط الشوك في راسه، خد الشوك اللي على الارض ده، قال لهم بيني وبينكم يا شوك طار. عذبت ولادي قد ايه وغلبت عيالي قد ايه، صحيح بسبب اخطاء الولاد اخطاء البشر، لكن ادي الشوك هحرقه بصليبي. فاهمين هو عمل ايه لما حط الشوك في راسه؟ اين شوكتك يا موت؟ بطل شوكة الموت، يعني غلب الشوك لحساب البشر. فقال ادي الشوك والمرار اللي الانسان جابه لروحه ده، انا بيني وبينه قتال، ده في معركه، انا نفسي اريح الناس، نفسي اشيل منهم الشوك اللي في حياتهم، نفسي اديهم ابديه سعيده ما فيهاش لا حزن ولا تنهد ولا دموع. بس هم الخطيه وصلتهم لكده، لكن وراهم لغايه ما انزع الشوك والحسك ليه؟ الحياه الابديه. فبيقول ليت علي الشوك والحسك يا ابني، يا ريت عندنا. عارفين لما ام يبقى ابنها موجوع تقول له يا ريتني كنت انا يا ابني؟ او ربنا بيقول كده، يا ريتني يا ادم انا اللي اشيل الشوك ده، امشاله.
قام جه المسيح والشوك اللي المفروض يتحط في راسي وراسك اتحط في راس المسيح. فكانه بيقول ليت علي الشوك، ادينا انا الشوك اللي تعبك ده هحطه انا في راسي يا ابني عشان انت تلبس تاج مكرم معزز وانا البس تاج من شوك عشان خاطرك. ليت علي الشوك والحسك في القتال. القتال هنا معركة الله مع الشر، مع اليسان، مع الحية، مش الحية هي سبب النكد وسبب الشوك. فقال إذا كانت جابت لكم شوك أنا هاخد الشوك ده وأحرقه بعد ما أحطه في رأسي وأدوس عليه برجلي وأنهي قصة الشوك والحسك، وتبقى في الأبدية مفيش سيرة للوجع مرة تاني. أهجم عليها وأحرقها معا، على الشوك والحسك اللي هي كل بقى التجارب والأوجاع والأحزان اللي في حياتنا. ربنا بيقول ليها حساب معايا، الحاجات دي ليها نهاية عندي، لأن أنا بحبكم. لو كانت تعبتكم فأنا هشيل التعب ده بدلكم، وفي الآخر هترتاحوا إلى الأبد. أرجع تاني أقول غنوا للكرمة المشتهى. إيه شكل كنيسة العهد الجديد؟ كنيسة محبوبة جدا، حارسها ربنا بنفسه، بيسقيها بنفسه كل يوم، مرعيها أحسن رعاية، سهران عليها ليل ونهار. إن كان ليها عليها أحزان أو أشواك وقف لها يدافع عنها وياخد الشوك ده عشان يحرقه وينتقم منه. أو يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي. يعني إيه؟ ما هو لو آدم الجديد البني أدمين بقى آدم مسك فيا وصالحني أنا اللي هشيل الشيلة كلها، أنا مش هسيب شوك في حياته. صدقوني يا أحبائي لما الواحد يكون في مصالحة مع الله حتى لو عنده منغصات ما يحسهاش، لو عنده أمراض يشكر عليها، لو عنده مظالم أو اضطهادات يبقى كأنها هدايا من ربنا لأنه مصالح ربنا. إحنا بنئن من الأشواك والحسك عشان الصلح مش كفاية، لو تصالحنا مع الله ما يبقاش في أشواك في حياتنا. الشوك ده مشكلة البعد عن ربنا، لكن بالقرب من ربنا كل حاجة تشوك تبقى بالنسبة لنا حاجة حلوة، ما تبقاش بتشوك ولا حاجة، يبطل مفعولها. فيقول يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. طب يا رب معلش، هو أنت اللي تعمل الصلح ولا البني آدم اللي يعمل صلح معاك؟ هو مين اللي يبتدي؟ قال أنا من بدري مصالح، أنا فارد إيدي طول النهار، بسطت يدي إلى إيه؟ شعب معاند ومقاوم. هو أنا اللي مخاصم؟ أنا مش مخاصم، أنا فاتح إيدي لأولادي بقول أنا مسامح بس تعالوا، أدي حضن أهو، يلا كل اللي غلطوا يرجعوا، يلا اللي عاوز يجي ياخد غفران ببلاش وياخد سما ببلاش، ها الصلح ببلاش، اصنع صلح أنت معه. عشان كده عندنا حاجة اسمها صلاة الصلح. صلاة الصلح احنا بنفتكر اللي ربنا عمله معانا هو اللي صالحنا، لكن الهم والباقي عليك، انت مصطلح ولا لا؟ انت جاي لربنا بنية الصلح مع الله؟ انت ناوي تقول له خلاص وانا كمان بحبك زي ما بتحبني، خلاص همشي معاك بدل انت عاوزني، انا كمان مصالح اخويا ونسيت له اللي عمله بدل انت مسامحني؟ ما هو الصلح ما يكملش الا بالطرف بتاعك. ربنا صالحنا، صالح الأرضيين مع السماويين، صالح السماء والأرض، دفع ثمن غالي جدا في المصالحة دي. بس هي المصالحة ما تكملش إلا لما أنت تيجي لربنا تقول له سامحني، اقبلني، حط إيدك في إيدي، خلاص أنا تبعك. فهنا بيعدها يقول يتمسك بحصني يصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. هنا في مبدأ روحي مهم في الفكر الأرثوذكسي، الصلح مع الله يكتمل جوه الكنيسة في الكرمة. يعني ايه؟ معلش خليني اقول لكم دي، في النهاردة بعض الادعاءات او الهرطقات اللي بتقول في خلاص او في معرفة لله بره الكنيسة، وان الانسان ممكن منه ربنا كده من بره لبره يصطلح مع ربنا وياخد حقه من ربنا، ولا في لزوم للكنيسة ولا للكهنة المتعبين اللي زيي ولا للمعمودية ولا للاعتراف ولا للتناول، واحنا اللي عقدنا الدنيا والحكاية من غير كنيسة شكلها أحسن، واللي عاوز ربنا يطلع من بره بره يكلمه ويخلص. الحقيقة دي هرطقة. هرطقة يعني إيه؟ يعني
فكرة جاية من الشيطان وما فيهاش حقيقة، فيها نص الحقيقة. أيوة ربنا رحمته واسعة وربنا سهل قوي تصالحه، دي حتة صح، لكن تقول إن الصلح يكمل من غير كنيسة كذبة. كذبة ليه؟ لأنه ده المسيح وهو بيتكلم عن عتاب اتنين واقعين في بعض، اتنين واقعين في بعض، قال له إن أخطأ إليك أخوك اذهب وإيه؟ عاتبه بينك وبينه، ما خلصتش، خد حد يعمل خير، ما خلصتش. روح فين؟ روح للكنيسة. وبعدها على طول يقول للكنيسة اللي هم الرسل ساعتها: ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء. يبقى مش هتتحل غير في الكنيسة. فالصلح يكمل في الكنيسة. عشان كده احنا صلاة الصلح دي جوه القداس. انت تايب في قطك وركعت وقلت له سامحني اقبلني كويس، مش تيجي بيته وتكمل المصالحة؟ مش تيجي تدخل حضنه؟ مش تشترك معاه في الذبيحة؟ افرض الابن الضال بعت مرسال لابوه يقول له حقك علي، وينفع الكلام ده؟ مش لما يرجع وابوه يطلع ياخده في حضنه وبعدين يدخلوا البيت سوا ويعملوا احتفال سوا تبقى المصالحة كملت؟ اذا ما فيش تصالح حقيقي مع الله خارج الكنيسة، دي خدعة. لكن داخل الكنيسة صلح حقيقي. لكل اللي فات مات، ربنا بيشيل خطاياك ويشيل وفي الاعترافات تطلع كأنك لسه متعمد، وتدخل تتناول تبقى أعلى من الملائكة درجة، وتبقى مستمتع وانت بتسمع فكرة انه صالحنا مع الله. كتر خيرك يا رب يسوع لأنك انت أكملت الصلح عني، لأني ما كنتش أعرف أعمل الحاجات دي لوحدي. يكمل بركات الكنيسة. كل ده بدأوا بالصليب لما قال انه السيف الإلهي قطع رأس الحية اليسان، صليبه أبطل سلطان الشيطان، وبالتالي كنيسة العهد الجديد كنيسة قوية، الشيطان تحت رجليها مش فوق رأسها. فالكنيسة دي هو اللي بيحرسها وبيسقيها وبيشيل منها الشوك والحسك وبيصالح كل ولاده اللي عاوزين يتصالحوا في أي وقت. في المستقبل يتأصل يعقوب، في المستقبل، لأنه في وقتها لسه الحكاية يهود ولسه كارما مرفوضة، بس هو شايف بعين النبوة، قال بصوا بكرة يعقوب الحقيقي اللي هي الكنيسة بقى العهد الجديد يبقى أصيل. يتأصل يعني تبقى المحبة أصيلة، تبقى علاقتك بربنا علاقة قوية، ما تبقاش مهزوزة كده، لا تبقى محبتك لربنا مش تزعل معاه مع كل مشكلة تحصل، لا الموضوع أكبر من كده. ومش لأنه ما سمعلكش في طلب تخرب الدنيا وتقفش وتخاصم، لا لا، في أصل بقى. يتأصل يعقوب، تقول له يا رب اعمل فيه اللي انت عاوزه، مش هزعل منك بعد اللي شفته منك، اللي انت عاوزه اعمله، مهما شديت عليا في الآخر انت ابويا، انت كتر خيرك انك مستحملني، اذا كنت بتدخلني السماء، لا انا اصيل يا رب مش هسيبك ابدا بعد حبك ده. يزهر بالزين اللي هي الزهر، ويفرع اسرائيل، يعني ايه؟ تبقى الكنيسة عمالة تطلع ازهار وفروع. يبقى كنيسة العهد الجديد مش كنيسة دبلانة زي بتاعت اليهود عمالة تنكمش على روحها وايه وخربت في الاخر خالص، انما كنيسة العهد الجديد عمالة تمتد في كل العالم، والاغصان تكبر وتحمل أزهار، يعني فضائل جميلة، فالناس تشوف ولاد ربنا في كل حتة ويشوفوا مجد ربنا فيهم. ويملؤون وجه المسكونة ثمارا، يبقى ده شكل الكنيسة. الكنيسة لازم تمتد في العالم وتفرج العالم على جمال ولاد ربنا. احنا مقصرين ككنيسة، لان احنا ككنيسة احيانا مشغولة باللي ربنا قال ما تنشغلوش بها، بانها تحرس روحها. تحرس روحها؟ ما هو قال أنا الرب حارسها، إنها تسقي. لا تسقي ليه؟ ما أنا اللي بسقيها. طب ما إحنا شغلنا إيه؟ قال يلا اسمروا واكسروا واملأوا الأرض، بس مش بطريقة آدم الأولاني في عيال بالبشر جسد، لا لا، بعيال بالروح بقى. روحوا اسمروا يا كنيسة واكتروا، وهاتوا عيال مولودين بالروح، مولودين في جرن المعمودية في كل العالم. دي الكرمة المشتهى. يبقى الكنيسة اللي تفرح ربنا هي الكنيسة اللي لما تمتد يمين وشمال وتجيب من هنا ومن هنا. والمسيح يقول لي خراف أخر إيه
ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فيكونوا رعية واحدة لراع واحد. في المستقبل يتأصل يعقوب، يزهر ويفرع إسرائيل ويملؤون وجه المسكونة ثمارا. هل ضربه كضرب الضاربي أو قتل كقتل قتله؟ يعني إيه الآية الصعبة؟ العربي هنا صعب شوية. هو بتوع اليهود يرجعوا تاني يعاتبوا ربنا، يقولوا له تضربنا زي ما بتضرب بقية الشعوب؟ وهل يرجع للإصحاحات اللي فات كانت كلها ضربات، وحيوم من جهة مؤاب، وحيوم من جهة دمشق، وحيوم من جهة صور، وحيوم من جهة يهوذا. فاليهود انضربوا بضربات أشبه إلى ضربات بقية الدول، إنما الوحي الإلهي بيقول طب بصوا كده كويس، هي أنت ضربتك زي ضربة اللي ملوش مشوف ربنا؟ لا صدقني. يعني إيه؟ الإنسان اللي ملوش في ربنا خالص، يعني ربنا هنا ضربته شديدة لأن ده عقاب، لأنه ده رافض ربنا. إنما ضربته لابنه ده تأديب، ده إصلاح حال. فبيقول له أنت لغاية دلوقتي مش شايف الفرق بين اللي بعمله معاك وبعمله مع غيرك؟ أنت فاكر نفسك بتتعامل كأنك عدو لي فأنا بضربك؟ أنا ما بعدكش، ده أنت ابني، أنا لو أدبتك عشان ترجع عشان يتصلح حالك، فأنا لا أضربك ضرب الضاربيك. تصوروا معايا معلش عشان تفهموا التشبيه. أب عنده ولد طفل صغير، وجي ولد مفتري كده متشرد مسك ابنه ضربه، قام الأب ده مسك الولد ده واداهم له، وبعدها بيومين الأب مسك الطفل الصغير ابنه وعاقبه. فالابن الصغير اتهيأ له انك انت بتضربني زي ما بتضرب، قال له حبيبي ده كلام، هو انا لما أدبتك كانت زي ضرب الضاربيك؟ ده اللي يمد ايده عليك ده نقطعها، ده انت ابني، لكن يوم ما بشد عليك انا عاوز اربيك. فازاي تسوي نفسك بضربة الغريب؟ فهنا العتاب الالهي، هو انتوا مش واخدين بالكم انا بعمل معاكم انتوا ايه ومع اللي ضدي ايه؟ اللي ضد ربنا حسابهم صعب، لان هم اختاروا يبقوا اعداء الله. لكن ولاد ربنا حتى لو انضربوا ده تأديب حب، ده اصلاح حال. فهنا التعبير جميل، يقول هل ضربه كضربة ضاربي؟ فهمتوها ولا لسه؟ هل ضربه كضرب الضاربي؟ ايه يا ابني اللي جاب دل ده؟ ده انا وقفت للشيطان يقطع فيا عشانك، وخدت المعركة كلها في جسدي بسببك، فانا هضرب الشيطان لما اعدمه، لكن انا هضربك لما اعدمك؟ ده انا بشد ودنك بس كده عشان اقول لك كفاية بقى شقاوة. او قتل كقتل قتلاه بكيل اذا طلقتها خاصمتها. بركز هنا في اليوناني تبقى بكيل. يعني ايه؟ يعني انا مش عارف اطلق الكارما دي، انا اخري خصام، يعني انا بتاع زعل. شوفوا بقى العريس الحنين ده، ما هو الكارما هي الكنيسة والكنيسة هي العروس. طب ما ممكن يحصل بين عريس وعروس طلاق؟ لا، ده كان اخره عهد قديم. فربنا يسوع تجاوزا نقول ايه؟ رفض الكارما بتاعت العهد القديم او حصل حال الطلاق، بس في العهد الجديد ما فيش. فقال انا يوم ما يعني بتفتروا بعمل ايه؟ بزعل، بخاصم. حتى الخصام مش في معناه الحرفي، معناه بتضايق، بزعل، لكن مش بطلق، ما عنديش دي مع شعبي. يبقى ربنا مع شعبه ما بياخدش الموقف النهائي ويقول خلاص ما عرفكوش مهما قصرنا، وأول ما بنرجع نقول له حقك علينا خلاص الموضوع يخلص بسهولة. برجد استلقتها خاصمتها، أزالها بريحه العاصفة في يوم الشرقية. هنا المفسرين قالوا الجزء ده غالبا رجع تاني يتكلم عن اللي كانوا يهود وما بقوش يهود، رجع تاني يتكلم من جزء 8 للآخر عن شعب إسرائيل بتوع الشمال. فكركم معلش عشان الحتة التاريخية دي مهمة،
احنا قلنا اليهود لما خرجوا من مصر كان عددهم قليل، دخلوا مصر عاشوا 400 سنة، زادوا قوي في العدد، خرجهم مصر موسى دخلهم كنعان، كان عددهم كبير، سكنوا في كنعان وتقسموا أسباط وتكسروا بشدة، اتعملوا الأسباط دول 12 سبط مستقر، وبعدين وقعوا الأسباط في بعض، فبقى عندنا 12 أسباط في الشمال ضد سبط ونص أو سبطين في الجنوب، دول اسمهم مملكة إسرائيل ودول اسمهم يهوذا، كلهم زاغوا عن ربنا بالأخص بتوع الشمال، فابتدى يبعت لهم أنبياء، هوشعيوئيل عاموس الناس دي، يا جماعة ارجعوا، يا جماعة اختشوا، يا جماعة ربنا هو اللي طلعكم من مصر، التماثيل اللي عملتوها دي ما يصحش، طب ما هو حصل ان ربنا أدب الوثنيين هيأدبكم انتم، ما سمعوش. فجاء اول عقاب شديد تأديب سبي أشور، لو تفتكر 722 جم الأشوريين دكوا العشر أسباط، قتلوا مئات الآلاف وحرقوا بيوتهم، وكانت السامرة بقى معقل الوثنية ساعتها، فحصل تأديب شديد في زمن أشعياء وهو عايش، بس أورشليم كان لسه فيها صلاة، كان لسه فيها تقوى، فلما حصرها سنحاريب ما قدرش عليه، طلع الملاك يدافع عنها فعدت. فهنا في رسالة واضحة قدام الشعب اليهودي اللي في يهوذا، بصوا على الناس اللي بعدت عن ربنا حصل لها ايه، بص على اللي رفضوا يعيشوا مع ربنا نهايتهم شكلها ايه، حسبوا ليه تختاروا النهاية الوحشة. طيب فبيقول أزالها بريحه، ده بيتكلم عن السامرة بقى، عن الامتداد الطبيعي لليهود اللي كانوا جزء من الكرمة وتشالوا خالص، العاصفة في يوم الشرقية، لذلك بهذا يكفر اسم يعقوب، وهذا كل الثمر، نزع خطيته في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة لا تقوم السواري ولا الشمسات. هما كانوا بيعملوا ايه؟ لما ترجعوا لبداية انفصال الشمال عن الجنوب، يربعام ده احد اسوأ ملوك الشمال، لما لقى يهود السامرة والشمال هينزلوا كل سنة يروحوا الهيكل، عشان الهيكل تحت في أورشليم يعيدوا، طلع باختراع جهنمي، عمل هيكل للأوثان وبشكل فخم جدا في الشمال، عشان الناس بدل ما تعيد في هيكل ربنا اهو هيكل وخلاص، طب ده أوثان، معلش ما هي الناس مغفلة، فيروحوا يعيدوا، فأزاغ شعب الشمال ده كله اللي هم عشر أسباط أكتر اليهود يعني، وخلاهم يعبدوا أوثان بشكل مقنن، وهم الناس تقول لك ما هو دي ده هيكل وده هيكل، يلا بدل ما نسافر سفرية طويلة يبقى كده المكان جنبنا. فهنا بيقول نزع خطيته في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة، يعني هو افتكر انه لما يعمل مذبح من شوية كسر وحجارة يبقى أوجد البديل، لا تقوم السواري ولا الشمسات، مع الوثنية دي في حاجة اسمها السواري والشمسات اللي هي المسلات والسواري الحاجات بتاعت الأوثان، قالوا هما انتوا فاكرين الكلام ده هيكمل، أنا ساكت ومطول بالي، لكن هتيجي الأيام الصعبة كل ده هيتشال، وفعلا الأوثان دي اتحرقت والسواري والشمسات اللي هما الآلهة الغريبة اللي اتكلوا عليها يهود الشمال، لأن المدينة الحصينة متوحدة، المسكن مهجور ومتروك كالقفر. بلاد الشمال دي كانت حصينة جدا، وكانت بتفتخر انها وحدها تقدر تقف لأي جيش، فقال لا مش هتقدر تقف طبعا، هتبقى متروكة كالقفر، هناك يرعى العجل وهناك يربض ويتلف أغصانا. رجع يتكلم عن الخراب اللي حاصل في شعب الشمال، لأنه لما الأرض العمرانة يبقى فيها العجول بتمشي كده، تبقى الأرض بقت مهجورة ملهاش صاحب، يبقى معناها خراب شديد. حينما تيبس أغصانها تتكسر فتأتي نساء وتوقدها، يعني فاضل من الشجر شوية أغصان دبلانة ياخدوها يولعوا بها نار يدفوا أو يطبخوا عليها، لكن ما عادش في شجر مثمر، ما عادش في أرض غنية، ما عادش في بيوت حلوة، كله ده راح، لأنه ليس شعبا ذا فهم. يعني ايه التعبير ده؟ يوجع، يعني لا مؤاخذة، يعني ده كلام ربنا، ده شعب ما بيفهمش،
تفكركم بحاجة، أول إصحاح في أشعية لما بيقول إيه؟ إسرائيل لا يفهم. الحمار بيعرف صاحبه والطور معلف صاحبه، إنما شعبي لا يفهم، إسرائيل لا يعرف. أنا مش بقول حاجة غير اللي قاله الإنجيل، بس خلي بالكم أحيانا ده ممكن تبقى رسالة لينا، إن الواحد يكون ربنا بيكلمه كلام واضح وصريح. لو اتكلم مع حيوانات على قدها كانت فهمت، فهنا الغباء ده غباء روحي يعني. فبيقول لأنه ليس شعبا ذا فهم، لو عندهم شوية مفهومية كانوا فهموا من كل التاريخ، خليكم معايا أنا أحميكم وأغنيكم وكل حاجة تبقى كويس، تعبدوا أوثان هتيجي حكاية على دماغكم، هي دي محتاجة مفهومية. شعبا بلا فهم، لأنه ليس شعبا ذا فهم لذلك لا يرحم صانعه ولا يتراءف عليه جابله. ده رجعنا بنتكلم عن شعب الشمال والسامرة اللي عصى والكرمة الفاسدة بقى خلاص اللي اترفضت، ده بيرجعنا للواقع الأليم اللي عايشه أشعية، هو شايف بلاد اليهود عمالة تخرب واحدة ورا التانية بسبب العصيان والعند والغباء الروحي، مش راضين يقولوا يا رب، مستعدين يعملوا أي حاجة غلط إلا أن هم يرجعوا لربنا أو يتوبوا. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يجني من مجرى النهر إلى وادي مصر، وأنتم تلقتون واحدا واحدا يا بني إسرائيل. يعني إيه؟ ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم، فيأتي التائهون في أرض أشور والمنفيون في أرض مصر، ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم. لما نقول في ذلك اليوم يبقى نقلنا عهد جديد. فبيقول إيه؟ أنا هو دايما يتعذب ذلك اليوم، المنظر الحالي قدام أشعياء بيجيب له حزن لأن الناس مش راضية تفهم وتتوب. المنظر اللي شايفه بالروح العهد الجديد والكنيسة والكرمة المشتهى والمسيح الفادي مفرح جدا. فبيقول ده ربنا هيقش مش بس بقى شعب إسرائيل من مجرى النهر الوادي مصر. يبقى مصر كانت دايما إيه؟ خبر حلو في الكرازة، إن ربنا حاطط عينه عليها إنها تبع ذلك اليوم، تبع كرمة العهد الجديد. وأنتم طب أنتم كيهود تطلقتوا واحد واحد، يعني إيه؟ في بعض من اليهود هيطلقتوا بس بالوحدة، يعني أغلب اليهود هلكوا لكن مش كل اليهود هلكوا. أبائنا الرسل كانوا في الأصل يهود، ومن العذراء كانت يهودية، لغاية النهاردة في يهود متنصرين في العالم بيكتشفوا أن المسيح هو مسيح العهد القديم اللي بيقروه وهو المتنبأ عنه. وأنتم تلقتون واحدا واحدا يا بني إسرائيل، يعني هو ربنا مش رافض اليهود عموما وخلاص، لا هو رافض العند ورافض عدم التوبة، لكن اللي بيتوب خلاص. ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم، فيأتي التائهون في أرض أشور. في ناس لما راحت أشور وتزلت قالوا احنا انت كنت فين يا رب، شافوا الحقيقة اخيرا، بس قليلين مش كتير، وعشان كده حتى سبي أشور كان له نهاية في وقت وابتدوا يرجعوا. فاللي ابتدوا يكتشفوا تأديب ربنا وعرفوا ان ربنا كان انظرهم كتير وكل اللي قالوا طلع صح، يرجعوا بالبوق، ابتدوا يرجعوا بالتوبة، يرجعوا بكلمة الانجيل، يقولوا يا رب. والمنفيون في أرض مصر ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم، يعني هيرجعوا للمكان المقدس، ساعتها كان لسه الهيكل في أورشليم، لسه في تقوى وفي قداسة. بما أنه جاب سيرة السامرة ومملكة الشمال، هيكمل شوية في التهديد والوعيد للجماعة بتوع الشمال اللي طالعين فيه. فيقول إيه؟ ويل لإكليل فخر سكارى إفرايم. اللي فاكر منكم قلنا العشر أصباط اللي فوق دول اللي الوثنية مشيت فيهم أشهرهم سبط اسمه سبط إفرايم. إفرايم ده الابن الثاني ليوسف، بس لما يعقوب حط إيديه عمل إيديه بالمقلوب، فجت إيده اليمين على إفرايم وإيده الشمال على منس، فيوسف زعل لأنه منس البكر،
فياخد اليمين عشان ياخد بركة أكتر. إنما يعقوب بالروح شاف إن إفرايم أعداده هتبقى أضعاف أعداد منس، فقام حط يمينه على إفرايم، هو مش شايف حتى بعينيه على قده، لكن عمل إيديه على شكل صليب. فيقال في التاريخ إن أكبر سبط عددا كان إفرايم، فأحيانا لما يقولوا إسرائيل يقولوا إفرايم بدل، من كتر ما هو إيه السبط الغالب في تعداد العشر أسباط بتوع الشمال. إنما إفرايم ده بالذات من أكتر الأسباط اللي فسدت، على قد ما ربنا ادها خير كتير، على قد ما عبدوا أوثان. فيقول ويل لإكليل فخر سكارى إفرايم. إفرايم من كتر الفخر والخير سكر من شهوات الدنيا، وبقوا يتهيأ لهم إنه مش ممكن يحصل لهم حاجة. قال لهم يا ويلهم، يا ويلهم اللي سكرانين بشهوات العالم فاكرين إن مفيش حاجة هتتهز أبدا. وللظهر أذاب الجمال بهاؤه، هم مطلعين ظهر كده من الغنى يعني، مفتخرين بالظهر الجميل ده. قال لهم يا ويله كل ده يدبل في يوم. الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر. مع عبادة الأوثان كان في دايما خطيتين في العهد القديم لازقين للوثنية، السكر والخمر الشديد والزنا بأشكاله بما فيها كمان المثلية والحاجات الزيادة. فدايما المثلث ده كان يمشي مع بعضه، أول ما يعبدوا أوثان يعيشوا في سكر وخمر بلا حساب، ويعيشوا في عربدة وخطايا جسدية. هو ذا شديد وقوي للسيد كانهيال البرد كنوء مهلك كسيل مياه غذيرة جارفة قد ألقاه إلى الأرض بشدة. يعني إيه؟ يعني ربنا هيمسك الإكليل ده التاج اللي على رأسهم الفخر بتاعهم ده يحطه على الأرض ويدوس عليه، هيجي عليهم سيل هيشيل كل حاجة. يقصد الأشوريين لما دخلوا عليهم وبهدلوا بلادهم خالص، لأنه الناس من كتر الشر بتبقى مستأمنة الأيام، بيبقى واحد واثق في فلوسه لدرجة متخيل لا يمكن حاجة تهزه، أو حاسس بمركزه متصور أنه الدنيا دايما في جيبه، والحكاية في يوم، فأقل من يوم تتقلب. وده اللي قاله المسيح لما قال كما كانوا في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، وجاء طوفان ما سابش حد، هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان. وقت أشور كده كل النبوات دي اتقالت قبل سبي الأشوريين، يعني سمعوا ولا صدقوا ولا اتعظوا، وفضلوا في كبريائهم ووثنيتهم لغاية ما فجأة دخل عليهم الخراب وما وقفوش. قد ألقاه إلى الأرض بشدة بالأرجل يداس إكليل فخر سكارى إفرايم. ويكون الزهر الذابل جمال بهاؤه الذي على رأس وادي السماء كباكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده. يعني إيه؟ قال لهم عارفين كل البهاء والجمال والخير اللي عندكم ده، زي عيل صغير يمشي جنب شجر التين يلاقي حتة تينة لسه ما استوتش يقوم يقطفها ويبلعها، يعني كل اللي فنتوا فيه ده هيتقطف في لحظة وزي يتبلع ولا كأنه موجود على شجر. تشبيه آخر يعني إن النهاية ممكن تيجي في لحظة وتبقى بتضيع كل المجد الأرضي ده. في ذلك اليوم، بصوا بقى في المقابل، اللي ماسكين في ربنا بقى اللي وقتها كانوا بتوع يهوذا، حبايب ربنا بتوع حزقية الملك وساعتها أشعية، يكون رب الجنود إكليل جمال. يبقى حط مقارنة بين إكليلين، إكليل السامرة الخمر والزنا والشهوات والغنى، وإكليل جمال يهوذا ربنا نفسه. يا ترى أنت جمالك في إيه؟ في ربنا اللي في حياتك، ولا جمالك في فلوسك، ولا شكلك، ولا ممتلكاتك، ولا علاقاتك، ولا اسمك؟ فيقول في ذلك اليوم يكون رب الجنود نفسه إكليل جمال. يهوذا ما يقوله ملناش غيرك يا رب، لا عندنا فلوس ولا عندنا جيش ولا عندنا أرض، إنما أنت رأس مالنا، أنت غنانا، أنت اللي لينا، أنت إكليلنا. فاللي يقول كده يكسب. في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بها لبقية شعبه. يبقى اللي حاطط كنزه ربنا نفسه لا يمكن يخزى،
اللي حاطط كنزه أي حاجة تانية هتبقى يويله. وتاج بها لبقية شعبه، وروح القضاء للجالس للقضاء، وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. يعني إيه؟ نختم بذي، روح القضاء للجالس للقضاء، يعني بلاش تحاسبوا حد ولا تقضوا على بعضيكم بعض، لأن محدش عارف بكرة يمشي إزاي. الكتاب علمنا أن أولون يكونون أخيرين وأخيرين أولين. أنت النهاردة شايف أنك أنت بتقول أنا رأس مالي ربنا، أنا ملياش في الدنيا، طب كويس، يا ترى بكرة هيمشي إزاي؟ وأنت شايف واحد رأس ماله الدنيا وبيفتخر بغناه، طب طول بالك، ده ممكن تتبادلوا المواقع، يمكن الأخير ده يسبقك ويجي مطرحك. زي زكا كان رأس ماله البخل والغنى والمركز، بس سبق جيله لأنه بعد كده بقى إكليل جماله رب الجنود. فما تستعجلش. فعشان كده يقول روح القضاء للجالس على القضاء، يعني من أنت حتى تدين عبد غيرك؟ ما تحكمش على حد. مش معنى أن ربنا بيقول لك ده مصيره إيه وده مصيره إيه أنك تقعد أنت تحكم على مصائر الناس، لا لا، كلام ليك، خده وتوب وتعلم منه، لكن ما تقعدش تاخد من الكلام روح قضاء. روح القضاء للجالس على القضاء. ساعات كده شعبنا يقعد يتكلم يقول لك هو دول رايحين السماء ولا مش رايحين؟ ايه ده؟ روح القضاء للجالس على القضاء، يا ابني احكم على نفسك، شوف انت رايح فين الاول، ده السؤال اللي يشغلك. شجع الناس تبقى اكليل جمالها ربنا، لكن من انت حتى تحكم على مصير احد؟ اذا كان ربنا له المجد القاضي الديان، قال ما جئت لأدين العالم بل إيه؟ لأخلص العالم. أنت تقعد في الدنيا دي ديان للناس؟ أنت بالأولى متهم زيك زي الناس، تقول ارحمني وارحمهم يا رب، اهديهم واهديني، ما تسبناش حد فينا يهلك، نتقابل كلنا في السماء يا رب، ده يبقى طلبك. فروح القضاء للجالس للقضاء، بلاش نحكم على حد لأن دي خطية صعبة. من أنت حتى تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط. وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب، يعني إيه؟ اللي بيصد الحرب. إذا معركة الإكليل واختيار نوعه دي زي حرب، طول ما أنت عايش هيغريك إكليل العالم، بريق الدنيا، نجاحات العالم هتغريك، وفي المقابل المسيح بيزغلل عينيك بالسماء وبالحب الإلهي وبالمخدع وبالمذبح. ها حرب، بس ربنا يدي قوة وبأس للي بيحاربوا على الباب. يعني إيه؟ اللي بيمسك في ربنا ويفضل يزق، يا رب مش عاوز أنبهر بالدنيا، مش عاوز الفلوس تشغلني، مش عاوز المديح والكرامة، مش عاوز الأكل والشرب، أنا عاوز السماء ومش عاوز غيرك، وتفضل تزق كده وتحارب، يا بختك، يبقى أنت ماشي صح. وفي الآخر يبقى إكليلك هو رب الجنود نفسه، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة. أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة، قولوا معايا، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة. كمان مرة، أنا الرب حارسها.